un honneur de recevoir ce prix à Marrakech en tant que Sénégalaise et recevoir un prix d'un si grand festival international en Afrique, c'est une fierté surtout. شكرا كتير مظبوط انا كتير سعيده للينا طبعا وفخوره بلينا انه بهالجوله هذه قدرت تحصل على جائزه التحكيم في مهرجان مراكش. الشعور كتير حلو بالاساس مش بس عشان الجائزه المظبوطه وعشان التتويج عشان اللي حضرناه من الاحساس اللي الشعب المغربي والجمهور المغربي اعطانا اياه بالنسبه للفيلم وكيف استقبل الفيلم بشكل حميم بقلب واسع كيف بتقولي بنوع من يعني العبط يعني حسينا بحنان حسينا باحساس باستقبال كثير حلو كثير خاص وهذا اليوم يعني الجائزه هذه هي تعبير على انه عندنا اليوم القدره عن طريق السينما انه نمرق قصصنا بصداقتها بلطفتها من غير ما نحكي على الأشياء بشكل مباشر إنما نحكي على قصصنا عن طريق ناس اللي هن عبروا مسارات معينة اللي ما كانتش هوينة وقدروا يوقفوا ويضلهم واقفين بسعادة وبمحبة ويضلوا يستمروا يعطي هاي المحبة. It's an incredible feeling to being in here, holding this prize. Actually, I wasn't expecting that. We just did like a 2.5 years of rehearsal with Nehir Tuna, director of our film, and it was an amazing experience. Also, I just want to thank the jury that choosing us, and thanks to Marrakech Film Festival because it's an incredible environment with an amazing people, so thanks everyone. من أول جينا في القاعة ما كناش عارفين واش كاين شي جائزة ولا لا ولكن فرحة كبيرة شرف كبير كما تتعرفوا هذا الفيلم ربح جائزة لجنة التحكيم في كان ونربحوها هنا عاوتاني في مراكش هنا في طعم آخر لأن كان أول لقاء هنا مع الجمهور المغربي كان الممثلين عائلتهم شافت الفيلم الأول مرة لأول مرة الطاقم التقني حتى هو دونك حنا كما قلت رد فعل الجمهور المغربي كان هو الأهم شفنا بأن فهموا الفيلم عجبهم قالوا لي فين لقيتوا هاد الناس فين صورتوا زعما كانت واحد لا كيوريوزيتي بالنسبه لنا هذا هو كان الفوز الاساسي وهذه الجائزه تجي ستان بونوس كما قلت الصحافه تعلموا صحتو اول مره هذه جائزه المغاربه كاملين هذه جائزه ديالكم وديال هاد الزغبيته الزوينه اللي سمعت وهاد اللهجه هذه اللي كنهضروا بها هممنا من اجل هذه اللحظه 20 سنه نجمتنا الاولى اليوم معنا ما غتمشيش للمطار المناره غتبقى معنا كنتمنى من الشباب كما كنقولتها وغنعاودها الشباب المخرجين إن بغينا نجمات اخرى بغينا نمشيو للعالميه اكثر ما بعد العالميه اللي كاينه نمشيو ليها علاش لان السينما المغربيه ديالنا سينما عندها تاريخ وايضا عندها فلوس تخسر عليها يعني هذه كارما السينما ترد الى اهلها والمركز السينمائي والناس اللي كتشتغل هاتي شحال من واحد خدام في المركز السينمائي باش كياخذ لنا عندنا الوثائق باش نجيبوا ليهم غير واحد الجائزه واحد النهار نفرحوا هذوك الناس غير اللي خدامين كل نهار هاللي دوتوريزاسيون هذا داك الشيء علاش انا كنهديها ايضا لوزير الثقافه المهدي بن سعيد بوزديني المركز السينمائي المغربي للناس للخزانه السينمائيه وطبعا لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصرو لانه هو اللي خلق لنا المؤسسه ديال المهرجان الدولي بمراكش واللي يعني فهم بان حنا محتاجين دعم اولي وتدريجي باش نقدروا نوصلوا اليوم نجنيو الاكل ديال ما تم تحقيقه. اليوم الجده ديالك غتكون فرحانه على الطباع ديال جدتك. جداتي غتكون شافتني في التلفازه وغتكون انا متاكده اليوم حيت هدرت بالداري هدرنا بالمغربيه وهدرنا بالعربيه غتكون متاكده بان غتشوف النجمه ديجا غتفرح وغادي تعرفني باني مخرجه وماشي صحفيه. اسمع لابسه خفتان مغربي وربحنا وغتبقى في المغرب بغينا تزغريتها.